مساء الخير، مكملين في حلقتنا عن الحوار في القرآن. من الحوارات المهمة وربنا نبهنا ليها هو حوار الشيطان مع المشركين يوم القيامة. ربنا جسد لنا الموقف ده لإدراك حقائق كتيرة في سورة حوار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان في كلمات بسيطة اختصر العلاقة بينه وبين الإنسان وكل الصراعات الداخلية اللي بنعيشها وبتحركنا. قال كان في وعود من ربنا وكان في وعود مني وأنا أخلفت الوعود اللي بيني وبينكم، وقال خلاصة بيدافع بيها عن نفسه لكنها حقيقة ومن قوانين ربنا في العقيدة. قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا مجرد كنت بقدم دعوة، بطرح فكرة وإنتوا كنتوا بترحبوا بيها وبتستجيبوا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني الخلاصة إن المسؤولية هي مسؤولية نفسنا مش الشيطان، وده علشان ندركه فمحتاجين نستوعب حجم دور الشيطان في تأثيره علينا وتأثير دور النفس الأمارة بالسوء. العلماء قالوا إن الإنسان بيتعرض في اليوم لحوالي 70,000 خاطر أو فكرة، خواطر خير وخواطر شر. خواطر الشر مصدرها حاجتين، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. الفرق بينهم إن الشيطان بيوسوس بفكرة، لو اتحصنت واستعذت منها بالله تروح الفكرة، لكن لو الإنسان ما قاومش أفكار الشيطان فالنفس الأمارة بالسوء بتشتغل على الخاطر ده وتطور منه ويتحول لفكرة ملحة بتتملك من الإنسان، فبتكون النفس وقتها أخطر من الشيطان. فالشيطان دوره إنه يسلم النفس الفكرة والنفس تستلمها وتطورها يتقاومها. الفكرة إن إحنا أحياناً كتير ما بناخدش بالنا من دعوة الشيطان لينا، فبنستلم الدعوة والخواطر منه وإحنا مش مدركين. إحنا اعتقادنا بصفة عامة إن الشيطان مقرون بالكبائر أو بالمعاصي والأفعال الحرام المتعارف عليها وبس، هي دي بتكون الوساوس الواضحة لينا. لكن الشيطان له مداخل خفية مش واضحة كتيرة، وده دور العقل إنه ينتبه لمداخل الشيطان ويكون يقظ ليها. حددوا العلماء 7 مداخل رئيسية له. المدخل الأول إنه يحاول يصرفك عن العمل بكل أشكاله، سواء عن عبادات، عن طرق الخير، عن العلم اللي يوصلك للطريق، وحيله في ده كتيرة. يدخلك مدخل ده ربك رب قلوب فيوهمك إنك مش ضروري تبذل مجهود. يدخلك مدخل المهم الأخلاق وإن في ناس ما بتصليش وأخلاقهم أحسن من اللي بيصلوا، أو مدخل ما أنت بتشتغل وما بتتقدرش وما فيش النتائج اللي أنت عايزها، أو مدخل إنه يكرهك في أهل العلم والمشايخ فتسيب العلم كله وتنصرف عنه. المدخل الثاني لو ما قدرش يصرفك عن العمل يدخلك بحيلة التسويف، نأجل لبعدين، هأجل توبة عن معصية، هأجل الصلاة، هأجل صدقة، هبدأ بس مش دلوقتي. المدخل الثالث لو ما أجلتش يبقى مدخله في تعجيل الطاعة، عايزين ننجز العبادات وبالتالي مفيش حضور للقلب ولا طمأنينة ولا إتقان أي عمل. المدخل الرابع الرياء، ان التركيز كله وشغلنا الشاغل يبقى الناس هتشوفنا ازاي ورأيهم ومستوى رضاهم ايه، لحد ما يشغل قلبك بالناس وتدخل في الدوامة دي. المدخل الخامس العجب، الاعجاب بالنفس بدون استشعار ان الفضل لله، وده اللي بينتج عنه الكبر اللي هو المدخل السادس. مش شرط الكبر انك بتتعامل بغطرسة وبتبص للناس من فوق لتحت، الكبر هو بدايته شعور خفي بالعلو يشغلك عن ربنا وينعكس على تعاملاتك وسلوكياتك. مبدأ أنا الصح أنا خير منه، وده المبدأ الأساسي للشيطان. المدخل السابع عميق شوية وخطير لو ما انتبهناش له، بيدخلك بحيلة طالما كل شيء متقدر ليه أعمل وأبذل مجهود للخير وللطاعة، ما ربنا بإرادته كل حاجة، وده مبدأ بيوصل أحيانا للشرك بالله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فربنا قال لهم في آخر الآية إن تتبعون إلا الظن. فكرة إن طالما كله متقدر يبقى إيه لازمته عملي وسعي في الدنيا، دي فكرة مغلوطة، لأننا مش هنتحاسب غير على اللي كان لينا إرادة في اختياره، لكن سبق علم الله في الغيب إحنا هنختار إيه. دول 7 مداخل أساسية للشيطان بيبدأ بيهم بمجرد دعوة وفكرة بيعرضها علينا ونستلمها منه وتستلمها النفس وتطور منها. الشيطان عنده هدف وشغال عليه، وفي حواره مع ربنا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وأقسم لله قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
فعلشان نبقى مخلصين فلازم نخلص نفسنا من كل الهواجس والخواطر اللي تمكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء من قلوبنا. وربنا قال لنا على قانون لمحاربة وساوس الشيطان: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كل ده بتنطق التقوى ومفتاحه اليقظة وتحصين القلب بالعلم والذكر. وهنتكلم عن حوار الشيطان وكل المعاني اللي فيه بالتفصيل في حلقتنا النهاردة مع ضيفنا الشيخ محمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.